أخبار الطقس. الطقس بالنسبة لنا بيمثل اليوم بتاعي كله. لو الطقس حر أكيد طبعا اليوم بتاعي خلاص ممكن يبوظ كله. لو الطقس كويس وحس أن أنت يعني قادر أن أنت تستحمل درجات الحرارة اليوم بتاعك بيكون منتج. هيئة الأرصاد الجوية حذرت بقى صراحة من 48 ساعة اللي جايين وقالوا أن دول هيكونوا أصعب 48 ساعة في هذا الأسبوع في شهر سبتمبر بس. أي نعم إحنا خلاص بنودع فصل الصيف، فاضل لنا 11 يوم بالضبط ونودع هذا الفصل، ولكن يمكن اليومين اللي جايين دول يكونوا هم أصعب أيام في هذا الأسبوع. عشان نعرف أكتر على الموضوع ده وعشان نعرف أكتر حالات الطقس في مصر بينضم إلينا دلوقتي عبر الهاتف أستاذ جمال عبد الحليم الخبير المناخي. أستاذ جمال بنرحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم. دلوقتي إحنا قدامنا خبر كده بيقول إن في 48 ساعة جاية كلها طقس حر أو الطقس الأحر في هذا الأسبوع، عايزين حضرتك توضح لنا أكتر الموضوع ده. والله يا فندم وأنا عايز أقول أطمن السادة المتابعين إن عندنا إن شاء الله درجات الحرارة في الطبيعي يعني حوالين معدلات الطبيعية. بكرة درجة الحرارة بكرة في القاهرة حوالي 36. تمام. أنا بقول للسادة المتابعين إن شاء الله بداية من الثلاث وانخفاض منخفض في درجات الحرارة. تمام؟ يعني درجة الحرارة تنزل من 36 تدريجي 35 يوم الثلاث، يوم الأربع حوالي 34، ممكن تنزل معانا يوم الخميس محدود 32 أو 33 درجة. طب أستاذ جمال ده الرطوبة كده يعني هتكون برضو ثابتة ولا الرطوبة هتكون بتنزل مع الوقت؟ نسبة الرطوبة برضو هيحصل فيها انخفاض منها. تمام. الرطوبة السطحية هي كمان برضو يحصل فيها انخفاض منها، وده يخلينا نشرط أكثر بتحسن حالة الجو. بجانب إن هيظهر أثناء النهار بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على الجهات الشمالية والسواحل، ده في حد ذاته هيضفي جمال على حالة الطقس. ممكن يكون في أمطار خفيفة جدا على بعض المدن الساحلية، بالذات مدن الساحل الشمالي، الساحل الشمالي الشرقي زي العريش، رفح، ممكن بورسعيد او دمياط، امطار خفيفه جدا مش هتاثر على الحاله اليوميه. لكن انا بطمن الساده المتابعين ان خلاص فتره الحراره الكبيره انتهت خلاص، وان شاء الله الفترات اللي جايه هنشوف انخفاض ملحوظ في درجات الحراره سواء العظمى او الصغرى. يعني حتى بالليل برضه هنشعر بالاجواء الخريفيه المبكره باذن الله. وهذا الانخفاض هنتابعه من بدايه يوم الثلاث، تمام كده؟ تمام يا فندم، واحتمال كبير جدا برضه الاسبوع الجاي تكون درجات الحراره اقل من المعدلات الطبيعيه في هذه التوقيت العام. تمام يا فندم. طب بالنسبه لدرجات الحراره جميله جدا بالنسبه للساده المشاهدين. جميل جدا يا فندم، وبصراحه انت طمنتنا بشكل كبير، وعايزين برضو نطمن على درجات الحراره على مختلف يعني انحاء الجمهوريه، سواء بقى كنا بنتكلم على الوجه القبلي او الوجه البحري وهكذا. يعني درجات الحراره المتوقعه في القاهره بكره 36، يوم الاثنين الثلاث 35، الاربع في حدود 34، الخميس هتنزل معانا ل 32 او 33 درجه لاول مره من بدايه فصل الصيف. تمام. التحسن ده هيشمل ايضا مدن الوادي البحري وشمال ووسط الصعيد. جنوب الصعيد هو كمان برضه هينعم بالانخفاض اللي هتنزل معانا من حدود 39 درجه او 40 درجه، ممكن تنزل معاهم درجات الحراره في حدود 36 او 37 درجه باذن الله. ان شاء الله. المدن الساحليه درجات الحراره المتوقعه تكون من حوالي 26 ل 28 درجه باذن الله. ان شاء الله. يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ جمال عبد الحليم الخبير المناخي، عرفتنا كثير عن اخبار الطقس الفتره دي وطمنتنا صراحه ان الفتره الجايه ممكن يكون فيها يعني مش زي درجات الحراره اللي احنا كنا بنشهدها، ولكن درجات الحراره تبدا في الانخفاض من بعد يوم الثلاث. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.